أصبحنا أصبح الملك لله ولا إله إلا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. إحنا في سوق المينت السعيد تبع المحمودية ومعاكم قناة المواشي اليوم، وتعالوا نشوفوا أسعار المنتجات البقري التربية في أسواق المحمودية. صباح الفل يا غالي، عامل إيه؟ الله يكرمك. الأسعار عاملة إيه النهاردة؟ نار جايبة. الله يقويكم ويعينكم. صباح الفل يا حاج محمد. صباحكم أبيض، الله يقويكم ويعينكم ويستحلكم. الأسعار عاملة إيه يا حاج محمد النهاردة؟ الله أكبر. ربنا يرخي على عباده يا رب، اللهم امين. اعمار قد ايه كده يا حاج محمد؟ اعمار 6 شهور يا جماعه. النتيات البقري التربيه، ربنا يصلح حال الجميع يا رب، اللهم امين. في سوق المين السعيد تبع المحموديه، اللهم صل عليك. بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صباح الفل. صباح الفل. اللهم صل عليك. الله هو اكبر. الله هو اكبر. صورتهم، الله يحسن ناس. معاك بقى مساء. اللهم صل عليك. دي بقى مات كل 95، ربنا يعوض على الدنيا. الله هو اكبر. كم حج محمد؟ 95. 95؟ 9.5 العجلة. 9.5 العجلة، بسم الله ما شاء الله. السوق بقى يعمل حاجة بقى. ربنا يرخي على عباده يا رب، اللهم امين. السوق بقى. طب ايه السبب يعني؟ السبب العيا والموت، بيموتوا كده لوحده. يا ساتر يا رب. حمى كلعية؟ هي 3 أيام؟ 3 أدوار، مش يا ساتر يا رب. يا عم بضحك عليك، مفيش الكلام ده. والله بكلمك بجد، والله سيبك، والله المفروض ما حد يشتري بص ويدفع أي فلوس في عجل. إزاي بس؟ ربنا يسترها يا أخي. كم وكم هنا يا حاج محمد؟ أهو أهو الحمد لله، والله لا تقول له الناس اللي قاعدين في روحك. إيه؟ تعالى كده. تعالي والله. السوق نزل؟ أهو. والله بجد. ربنا يرخي على عباده ورجاله، اللهم صل عليك. انا خدتوها بياما الشابه دي 22000. كم والله؟ كانت ب 40000 في العيد. هو اللي هيقول برضه مش انت. كام يا حاج الله وكيل؟ 30 مش على 8. ليه بس؟ هي كانت بقول لك 5000. تخسر 5000. العالم زهقان يا جماعه من الخسائر اهوت. ربنا يعوض عليهم ويعوض على الناس كلها. اللهم صل عليك انا. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. ساعه. الله اكبر. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. بص كده الرجاء والله يا حاج سعد، الاسعار عاملين النهارده 3000 ببلاش. ها ببلاش. ربنا يرخي على عباده يا رب، اللهم امين. نتايات يا جماعه امه، بسم الله ما شاء الله عليهم. الله اكبر. والله لك كلمه رجاء. اللهم صل عليك انا. الراجل ده ساكن بره. صباحك يا صباح. انا شايف الكلام كله ما يا عم. الكلام مظبوط، بس هو الجو مصعب شويه، حاجه بسيطه. الجو برضه مريح. ايوه مريح شويه. اللهم اللي تحت ايدك دي بكام يا حاج؟ الاثنين ب 35000. الاثنين ب 35000، بسم الله ما شاء الله. كانوا ب 45000 يا جماعه عمد، بسم الله ما شاء الله. ربنا يرخي على عباده يا رب، اللهم امين. بسم الله ما شاء الله. اللي في روحهم ده يا حاج محمد 16. والاثنين دول 36، بسم الله ما شاء الله. الكبيره ده 20000. الكبيره دول في الاسعار يعني. ايه في ربنا يرخي على عباد. ادينا الرقم لو حد عايز حاجه يتواصل معاك برضه. 010 22 06 39 68. اي حد يتواصل معاك تبع قناة المواشي اليوم، بالله عليك تعمل مواشي اللايك والاشتراك لقناة المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعة داخل مصر وخارج مصر. اسيبكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم. اي عايزين يهزروا ورحمة الله وبركاته.